السلام عليكم صف أول، كيف الحال؟ اليوم سوف نأخذ درسا جديدا بعنوان مواضع حرف الدال. هدفنا أن يميز المتعلم شكل حرف الدال بمواضعه المختلفة في الكلمة أول وسط آخر من خلال التدرب على المثابرة عبر الإصرار على الجهد حتى نميز بين حرف الدال في أول ووسط وآخر الكلمة. خطوات درس اليوم بسيطة، أولا نشاهد أنشودة الحروف العربية، ثم نتعلم المواضع المختلفة لحرف الدال، ثم نميز مواضع حرف الدال في الكلمات مع الأمثلة، ثم نكتب حرف الدال بالمواضع المختلفة في الكلمة، ثم الاستماع إلى قصة عن حرف الدال. أناناس أذن إجاصة ألف 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 ب ب بقرة ب ب برتقالة ب ب بطريق باء 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 ت ت تاج ت ت توت ت ت تمساح تاء 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 ث ث ثلاجة ث ث ثوم في في ثمار ثاء 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 جا جا جازر جو جو جندي جي جي جبال جيم 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 ح ح حليب حو حو حوت حي حي حذاء حاء 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 خ خ خوخ خو خو خبز خ خ خيار خاء 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 د د دراجة دو دو دب دي دي ديك دال 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 د د ديل دو دو دبابة ذي ذي ذراع ذال 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 را را رجل رو رو رمان ري ري رجل راء 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 ز ز زورق زو زو زجاجة زي زي زر زاي 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 س س ساعة سو سو سلحفاة سي سي سنجاب سين 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 ش ش شوكة شو شو شرطي شي شي شيراع شين 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 ص ص صاروخ ص ص صوص ص ص صفر صاد 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 ض ض ضابط ضو ضو ضلوع ض ض ضرس ضاد 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 ط ط طبيب طو طو طيور طي طي طفل طاء 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 ض ض ظرف ض ض ظفر ض ض ظل ضاء 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 ع عسل ع عصفور ع عنب عين 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 غ غ غواصة غ غ غراب غ غ غذاء غين 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 ف ف فراشة ف فستان في في فيل فاء 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 ق ق قلم ق ق قنفذ ق ق قرد قاف 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 ك ك كأس ك ك كرة ك ك كتاب كاف 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 لا لا ليمون لو لو لعبة لي لي لسان لام 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 ما ما موزة مو مو مستطيل مي مي مفتاح ميم 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 ن ن نخلة نو نو نجوم ني ني نمس نون 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 ها ها هاتف هو هو هد هد هي هي هلال
هاء 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 و و ولد و و ورود و و وسادة واو 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 يا يا يقطين ي ي يصلي ي ي ياء ياء ياء. هيا نقرأ الحروف مع حركة الضمة. كما تلاحظ كل الحروف والمقاطع فيها ضمة. هيا حاول. أبو، إن هذا حرف الباء والتاء. بوتو، توثو. جو حو، حو خو. ثو جو خو دو. إذن ما الفرق بين هذا الحرف وهذا الحرف؟ الفرق أن هذا الحرف تحته نقطة جيم وهذا لا يوجد نقطة حاء. هذا الحرف جيم النقطة تحت، أما هذا الحرف النقطة فوق الحرف خاء. والآن حاول أن تقرأ هذه الحروف بنفسك. هذه هي حروفنا العربية وعددها 28 حرفاً. سوف نتعرف اليوم على طريقة كتابة حرف الدال. نكتب حرف الدال بثلاثة طرق. هكذا نكتب حرف الدال في أول الكلمة، وهكذا نكتب حرف الدال في وسط الكلمة، وهكذا نكتب حرف الدال في آخر الكلمة. هيا نتعرف الآن على كلمات في بدايتها حرف الدال. دراجة، دراجة. ديك، ديك. دب، دب. هيا نتعرف الآن على كلمات في وسطها حرف الدال. صندوق، صندوق. ضفدع، ضفدع. هدية، هدية. هيا نتعرف الآن على كلمات في نهايتها حرف الدال. يد، يد. قرد، قرد. أسد، أسد. حان دوركم الآن. ما هو الحيوان الذي يبدأ اسمه بحرف الدال؟ ممتاز، ديك. ما هي الكلمة التي في وسطها حرف الدال؟ رائع، هدية. ما هي الكلمة التي في آخرها حرف الدال؟ أحسنتم، أسد. أحسنتم أصدقائي، لقد تعرفنا اليوم على طريقة كتابة حرف الدال في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة. هذه أشكالي. هكذا يرسم حرف الدال في أول الكلمة وفي الوسط هكذا وفي آخر الكلمة هكذا. تذكر يا صغيري قبل الكتابة أن نكتب من اليمين لليسار. هيا نميز ونكتب شكل حرف الدال حسب المواضع. إذن دائما يجب أن يكون عندي سطر وأن أكتب حرف الدال على السطر. هكذا على السطر، هكذا في المنتصف في وسط الكلمة، هكذا في آخر الكلمة. تذكر أن حرف الدال من حروف الرفس. حروف الرفس لا تتصل بالحرف الذي بعدها، دائما لا تتصل، أما قبلها تتصل ليست مشكلة. والآن يا أعزائي هيا لنكتب.
ما هذه الحركة مع حرف الدال؟ نلفظها ده. ده دفتر. دفتر. دي. إذن الدال في الوسط حديقة. لاحظ حرف الدال في الوسط حديقة. تذكر أن الدال من حروف الرفس لا تتصل بالحرف الذي بعدها، دائما الدال تمسك الحرف الذي قبلها، ممكن تمسكه وممكن لا، ولكن لا تتصل بالحرف الذي بعدها. وهذه حال، وهذه يد. يد، إذن الدال في آخر الكلمة عادة. الآن صل الكلمة بالصورة المناسبة. عندي يد، دفتر، وحديقة. لاحظ الدال في الآخر، هنا في الأول وهنا في الوسط. هذه صورة، صورتان، ثلاثة. هي يد، أين اليد؟ أحسنتم. دفتر، أحسنت. حديقة، هنا أحسنت. السلام عليكم أصدقائي، سوف نحكي اليوم حكاية جميلة، وسوف نلاحظ سويا حرف الدال في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة. ديك بصوت قرد. يعيش المزارع حامد في مزرعة صغيرة، فيها دجاج يبيض كل يوم بيضا طازجا، وبقرات يأخذ منها الحليب، وخراف يستفيد من صوفها ولحمها. أراد المزارع حامد أن يشتري ديكا لكي يوقظه كل صباح بصياحه، فذهب إلى جاره المزارع صابر ليشتري منه الديك. وضع المزارع حامد الديك في البيت الخشبي مع الدجاج، وفي الصباح الباكر سمع المزارع حامد صوت قرد في الخارج. استغرب المزارع حامد، فهو لا يمتلك أي قرد في مزرعته، وقال لنفسه ربما يكون قردا ضالا، ولكنه سمع الصوت يصدر من بيت الدجاج مرة أخرى. دهش حامد عندما سمع الصوت يصدر من الديك، وقال له لماذا تصدر هذا الصوت؟ أنت ديك وصوتك يجب أن يكون. قال الديك أنا أفتقد صديقي القرد، ووعدته أن أصيح بصوته حتى نلتقي من جديد. غضب حامد من الديك، فقرر أن يعيده إلى جاره صابر، ولكن صابر رفض استعادته. ذهب المزارع حامد إلى السوق لكي يبيع الديك، ولكن الناس كانوا قد عرفوا قصة الديك فلم يشتريه أحد. عاد حامد إلى بيته وهو يفكر كيف يتخلص من هذا الديك المزعج، وفجأة طرأت على باله فكرة جديدة. عاد حامد إلى جاره صابر، وما أن رآه حتى قال له لا يا حامد، لن آخذ منك الديك. رد حامد لا أريد أن أعيد الديك، أريد أن أشتري منك القرد. فكر الجار صابر ثم قال حسنا، ولكن سيكلفك ذلك نقودا كثيرة. أخذ المزارع حامد القرد إلى مزرعته وقال للناس من أراد أن يشاهد قردا بصوت ديك وديكا بصوت قرد فليأتي إلى مزرعة حامد ولا ينسى إحضار النقود معه. ربح حامد نقودا كثيرة من بيعه تذاكر الدخول للناس الذين أتوا ليستمتعوا بمنظر الديك والقرد ذوي الأصوات المتعاكسة. النهاية. هل لاحظتم أصدقائي حرف الدال في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة؟ أحسنتم. نرجو أن تكونوا استمتعتم بقصتنا اليوم. شكرا لمتابعتكم. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ومشاركتها مع من تحبون. إلى اللقاء.